الزمالك الكابتن إبراهيم عبد الله عضو المكتب التنفيذي السابق في نادي الزمالك وعضو لجنة المراسم في نهائي الكونفدرالية. كابتن إبراهيم أولا وحشنا، منور الدنيا كلها، أهلا وسهلا بيك. ازيك يا كابتن هاني؟ اخبارك ايه؟ أخبارك إيه يا كابتن، كله كويس؟ ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. مبروك وألف مبروك التتويج بالكونفدرالية امبارح. الف مبروك لجماهير الزمالك كلها، افضل ما في المنظومة جماهير الزمالك اللي عملت اداء مش بس امبارح على طوال البطولة كلها لمساندة النادي في الاوقات الصعبة، وهو ده جمهور الزمالك. احنا كزملكاوية مش بنحب النادي عشان بيكسب، احنا بنشجع النادي عشان يكسب، وده فرق عن اي جمهور تاني، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومساندة الجماهير. ربنا كرم ودوج مجهود كل الناس بالبطولة. لكن الجمهور ده اللي بتصفه بأنه أفضل ما في المنظومة كان تعبان قوي امبارح، وعانى الأمرين في حضور المباراة، واتضايق كمان من المشهد بتاع التتويج. ايه اللي حصل امبارح؟ تمام. الجمهور بصراحة التنظيم كان سيء 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 سيء. المسؤول عن تنظيم المباراة هو الاتحاد الإفريقي، والمسؤول عن تنظيم الملعب من الاستاد من أول الدخول الخارجي خالص هو الاتحاد الإفريقي، والشركة اللي تعاقد معاها الاتحاد الإفريقي هي كانت الشركة الأفريقية. فمن هو البداية الاتحاد الافريقي هو اللي متعاقد معاها، ولا الزمالك اللي متعاقد مع الشركة؟ المسؤول عن التنظيم زي ما بقول لحضرتك كده الاتحاد الافريقي، واتعمل اكتر من اجتماع تنسيقي رئاسة الاتحاد الافريقي تمام. ومتابع كل حاجة، والماتش ماتش الزمالك، لكن المسؤول عن التنظيم حسب البروتوكول الاتحاد الافريقي، طيب، ما هل وكان كلمة بيدي التنظيم التعليمات. دي ليها عدة يعني شق وشق آخر، ولا التنظيم في المجمل هو مسؤولية الاتحاد الأفريقي؟ التنظيم تعرفني هنا انا دايما دقيق في الفاظي، عارف، عشان كده بقى انا كمان بأدقق. التنظيم في يوم الماتش من الساعة 12 الظهر، المسؤول عن استاد القاهرة بمحيطه الخارجي من السور الخارجي هو الاتحاد الافريقي. بالمدرجات، بدخول السيارات، بكل حاجة الاتحاد الافريقي، فيما عدد يخص السيارات، المراسم التتويج ومين يشارك كل ومين ينزل المسؤول وأسر عنها اللاعبين. بروتوكول بالكامل بتاع هذا اليوم مسؤولية الاتحاد الافريقي. أمال الاجتماع الفني بيكون فيه إيه اللي حضرتك حضرته يا كابتن إبراهيم؟ الاجتماع الفني المفروض التنسيق من اول عدد المسموح به بالدخول، من ساعة ما الاتحاد الافريقي عرف رسميا الساعة الرئيسية للاستاد، قعد ونظم وحط تصوراته، وهو ده اللي بلغها لمسؤول الامن في نادي الزمالك، وكان في لجنه لتنظيم المباراه برئاسه الكابتن احمد سليمان، وعضويه كمان اعضاء مجلس اداره الاستاذ احمد خالد سعيد والاستاذ رامي مسوحي والكابتن نهير رحمه، تمام ومعاونين ليهم كتير. تمام ف وخلاص، وخدنا التعليمات عشان ننفذها، وتم ابلاغها مسؤولي امن النادي اللي موجودين للتعاون، لكن كان المسؤول عن تنفيذها وبيتلقى التعليمات للتنفيذ مسؤول الشركة الأفريقية. المسؤول عن تنفيذها أيوه. مسؤول الشركة الأفريقية آه اللي متعاقد وكمان. معها الزمالك بس هي لتنظيم تحت المباراة، قيادة، أيوه بس هي تحت لكن تحت قيادة. لواء الكاف. أيوه بالظبط كده. طيب، دخول ايه هو التعليمات بقى؟ ايه التعليمات اللي خرج تعليمات بيها الاجتماع ساعتها؟ التعليمات اني المسؤول عن تعليمات واضحه وصريحه، المسؤول عن التنظيم هو الاتحاد الافريقي، والتعليمات تصدر من الاتحاد الافريقي لدرجه إيه؟ من اول دخول السيارات، عدد السيارات المحدده للدخول للمقصوره الرئيسيه، عدد السيارات المسموح بها بالدخول للباركنج الرئيسي للاستاد. انا بقول لك من البدايه خالص، عشان كده كانت تكدس رهيب رهيب
امام مدخل يعني البوابات المسموح بها بدخول عشان العربيات. كده، عشان ايه؟ عشان ايه كان في تكدس؟ التعليمات ان هم اللي بينفذ، الاول كان امن النادي مع الشركه الافريقيه في المباراه اللي بينظمها النادي واللي متعاقد فيها مع الشركه الافريقيه، تمام. بيقول لا احنا هندخل، يعني بيدي مساحات لدخول السيارات من اكتر من بوابه، لا هو بقت بوابه واحده. فالبدايه عشان كده هتلاقي تكدس رهيب في محيط مدينه نصر كلها، لان السيارات بقت تدخل من باب واحد فقط، وعربيه عربيه عربيه عربيه. طيب ده بره، طب ده جوه بره ايه اللي تيجي حصل؟ بقى تخش بقى اللعيبه المسؤول والمسؤولين، البواب، الكابتن كل حسين، الدكتور البوابات. اشرف صبحي، ايه اللي حصل؟ ما انا هكمل لك يا هاني. انا عارف، بس انا لا بسأل انت في كده الحته دي. وصلت، انت سبت كل حاجه ورحت لغايه لقطه المراسم. طبعا. انت عايز تمام. توصل للقطه المراسم من خلال عده نقاط. كمل، ايوه انا معاك، ده اتفضل. من البدايه خالص، انا تمام. بقول لك من البدايه خالص. خلاص؟ تمام. ترجع بقى الدخول جوه بقى، انت خلاص سواء انت داخل بعربيه او تمام. داخل على رجلك، البوابات الداخليه في الاستاد اللي هي بتطلعك على مدرجات او على المقصوره الرئيسيه، كان المتحكم فيها مندوبين من الكاف مع الشركه الافريقيه. تمام. في باركود كان بيقرا، فانت ما تعرفش تدخل، فبقى في تكدس كمان. انا بقول ده عشان جماهير الزمالك قد ايه تعبت من الساعه 2 الظهر الموعد الرسمي لدخول الاستاد. انت كنت بتقف طوابير من بره خالص في تمام. الشوارع من بره، وبعدين طوابير جوه على بوابات داخليه لغايه ما بتوصل لاخر بوابه، ان انت بتدخل بتذكرتك ايا كانت التذكره تمام. الدرجه اللي انت هتقعد بيها باركود، فبتقف طابور كمان. نوصل بقى للمقصوره وبروتوكول المقصوره. الزمالك كان ملتزم حسب الثلاث اجتماعات فنيه اللي حصلوا تمام. في الساعه الرئيسيه للمقصوره، في البروتوكول مين اللي هيقعد في المقصوره الرئيسيه. كان المفروض حتى لدرجه اني منعوا سفير دوله المغرب في مصر من ان هو يقعد في المكان المخصص ليه حسب البروتوكول. مين هم ده اللي داخل منعوا؟ طبعا مين هم اللي منعوا؟ الاتحاد الافريقي، مندوبين الاتحاد الافريقي. والسفير كان ليه مكان مخصص، هم منعوا. ايوه حسب المراسم ان السفير بيقعد في المقصوره الرئيسيه. اللي حل المشكله دي كابتن حسين لبيب، ودخل واتكلم معاهم. ما ينفعش بروتوكول، منعوا رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ان يقعد كابتن ياسر ادريس ان يقعد في المقصوره الرئيسيه، لدرجه ان كابتن حسين لبيب ساب مكانه الرسمي ونزل تحت عشان يقعد في وسط الجماهير عشان يسمح ان الناس الشخصيات الهامه تقعد في الاماكن المخصصه ليها حسب البروتوكول، ومتبلغ بالشخصيات مين. ده الكاف هنوصل هو بقى اللي منع، لاخر الكاف حاجه. هو اللي منع كل ده يحصل. ايوه، وبقول لك كابتن حسين لبيب رئيس النادي ساب مكانه عشان يحافظ على الشكل العام، سواء كان مع سفير اياتو علي محمد سفير المملكه المغربيه في القاهره حتى، او الكابتن ياسر ادريس. والكابتن ياسر ادريس تفهم الموقف ونزل قعد ورجع تاني كابتن حسين مكانه. طب يعني نوصل بقى الكاف، المره ثانية بس معاك أنا يعني إلحاقا بالإجابات دي، الكاف اللي هو حاطط البروتوكول هو اللي ما طبقش البروتوكول؟ ومندوبينه هم المسيطرين على الوضع، وهم اللي بيدوا الأوامر للأفريقية، والأفريقية ما تسمعش كلام غيرهم. والزمالك ملوش أي دور في ما القصة؟ في، انسى ان انت بتكلم اي حد بيسمع كلامك. طيب يوصل بقى يعني للمرحلة طب معلش، الأخيرة، هو التطبيق. كان في اتفاقات على حاجات الكاف نفسه يوم كل الماتش اللي ما اتكتب على عملهاش. الورق، انا بقولها لحضرتك، كل اللي اتكتب على الورق في الاجتماعات الفنية وقت التنفيذ على الافريقي لم يلتزم بيه. مكتوب على الورق مثبت، الاجتماعات الفنية مثبت. مثبت اكيد طبعا.